مع فيديو جديد. اليوم الفيديو ديالنا غيكون دجاجه بالضغميره والفريت. ما عنديش طبعا الكبده ما جاتهاش مع لوغ ما كياكلهاش. غادي ندير غير الضغميره بالبصله بلا كبده. ممكن نتوما تزيدوا في الضغميره ديال البصله الكبده ولا الزيتون، انا غادي نزيد الزيتون. المهم غنبدا معكم دقه دقه. غنحتاجوا دجاجه هكا متوسطه ولا على حسب الحجم ديال الافراد العائله. غادي نحتاجوا ثومه وربع مقرطين، غادي نحتاجوا العطريه فيها بزار، شويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون، هادو كيبقاو اختياريين، انا كنديرهم كيستوي واحد البنه في شكل. العطريه ديال الدجاج، سكينجبير، الخرقوم اللي هو الكركم والملحه. غادي نحتاجوا شويه ديال الزعفران الحر، اللي ما عندوش الزعفران الحر ممكن يدير الضامه ديال البنه ديال الزعفران الحر ولا يستغنى عليه كيبقى اختياري. غادي ندير هاد الضامه ديال السمن، غندير هي شويه منها، انا كيعجبني النسمه ديال السمن في الدجاج. وغادي ندير الموطارد مع العطريه كامله اللي غادي نخلط، غنخلطها بالموطارد والزيت البلديه. بالنسبه للحار غادي ندير انا غير هاد الحركه، ما عنديش الهريسه غير النسمه وصافي شويه، ماشي بزاف، ما كناكلوش الحار بزاف. والزبده غادي نحتاجها من بعد باش ندهن الدجاجه وندخلها للفران. بالنسبه للضغميره اللي غادي من بعد نطيبوها، غادي يكون فيها البصله، غندير البصله، الزيت البلديه ونص ديال هاد العطريه. غادي نبداو دقه دقه باش تفهموا. غادي نديرو هاد العطريه كامله، غادي نخلطها هكا ونبقى نهز كل حاجه بوحدها. بالنسبه للعطريه ديال الدجاج مخلطه كتبقى اختياريه، كل واحد شنو كيعجبو في الطوق ديال العطريه. غادي ندير نص هاد العطريه اللي هنا، غادي نخلي شويه البصله بركه، غادي ندير شويه شعيرات ديال الزعفران الحر، ماشي بزاف معاك الا كان كثير كيحرر. غادي ندير كذلك نص ديال هاد الثوم وربع، غادي نخلي شويه البصله، شويه نغيزه ديال الحار، ممكن تعوضوا نتوما بالهريسه احسن، شويه ديال المرطاط، وهاد الضامه ديال السمن غادي ندير منها انا غير القياس، نخلي منها شويه المريقه ديال البصله. انا كتعجبنيش السمن، كيبقى اختياري، الا كنتو شي حد ما كياكل السمن ما يديروش. العصيره ديال الحامض، علاش هاد العصيره ديال الحامض؟ انا ما عنديش حامض المصير، ممكن ديروا الحامض المصير احسن، كديروا داك اللوب ديال الحامض المصير كيجي احسن. ونختموا هاد الشيء بزيت البلديه. كنخلطو مزيان هاد العطريه ديالنا، الموطارد كيدير واحد البنه زوينه في الدجاج كيف كتشوفوا. باش تخلطات هكا غادي نجيب الدجاجه، غادي نبدا نثقبها باش ندير ديك العطريه تبدا تدخل. الدجاجه غسلتها مزيان بالحامض والملحه، طبعا كل واحد فيكم كيعرف كيفاش كيتغسل الدجاج مزيان. صافي، شوفوا معايا الدجاجه ديالنا من بعد ما ربطتها مزيان باش ما تحلش ليا في الطياب، هاد الكوكوط الكهربائيه غادي تسخن وغادي نسد عليها 20 دقيقه في الكوكوط ليكسبريس. الكوكوط العاديه غادي تخليوها 40 دقيقه تتصفر الكوكوط، راه كلكم كتعرفوا تستعملوا الكوكوط. كما كتشوفوا غادي تبدا تطلق الماء ديال هذيك العطريه، وداك الدجاج راه فيه ما عامر ما غادي يطلق الماء مزيان، ما تزيدوش الماء راه ما غادي تحرق ما والو. خليكم ونعاود نرجع معكم. هي الدجاجه ديالنا كما كتشوفوا من بعد ما طابت، شفتوا المريقه اللي طلقات؟ هذه المرقه كامله هي اللي طلقت، انا ما زدتش الماء. المهم خليتها كي قلت لكم انا غير 20 دقيقه، نتوما اللي عندكم الكوكوت العاديه خاصها تبقى 40 دقيقه على حساب تصفر الكوكوت. قلبتها من هنا من الصدر طايبه، غادي نحيدها من المرقه باش نوجدها تدخل الفران. كتشوفوا من بعد ما حيدنا الدجاجه طابت،
غادي ندهنها مزيان بالزبده. درت الزبده، درت فيها شويه ديال صوص طوماط، ممكن ديروا الهريسه، انا ما بغيتهاش تجي حاره بزاف، ديروا الهريسه ولا ديروا معلقه ديال صوص طوماط ولا الكاتشب غير باش تاخذ داك اللون مزيان كي كتشوفوا هكا. وندخلها الفران تحمر، وطبعا تبقاو تقلبوها. اللي بغى يقليها في الزيت كيبقى داكشي اختياري، انا ممكن نديرها حتى في القلايه الهوائيه. شوفوا دجاجنا من بعد ما دهنتها بديك الزبده وصوص طوماط، غادي نديرها في القلايه الهوائيه ونخليها تحمر. غادي ندير لها هذه الى بات طيب، هي ديجا طايبه. غادي ندير لها هاد الفخيت يعني كتكغيه، هي اللي كتتحمر. وغادي ندير ليها واحد 10 دقائق 15 دقيقة ماكسيموم ونخليها تحمر. دجاجنا تحمرات، أحسن تحميرة كتحمرها هاد القلاية الهوائية. دجاجة المال المرق اللي خرجت الدجاجة فاش كانت كطيب، زدت فيه ديك البصلة اللي عندي اللي وريتكم قبل، زدت فيه اللي بقى ليا من الربيع والثومة، غادي نزيد شوية من ديك العطرية اللي بقات مع أصلا راه خرج الدجاجة خرجت كاع ديك العطرية اللي فيها، وغادي نخليها قلا على المهل. انا ما عنديش الكبده والقرصه، ما جبتهمش مع ما كياكلهمش الغوصه، في ما غاديش نديرهم كاع، غنخلي المريقه هكا. غادي نزيد فيها الزيتون فاش تختار، غادي نوريها لكم. ونزيد فيها الزيت المريقه ديالنا من بعد ما تعلكات ودرت فيها الزيتون، وصاره ما فيهاش الكبيدات والقنيصات، ولكن معنا ما نديرو. مره اخرى نجيبهم، راه نسيت ما جبتهمش هنا، ما كيبيعوهمش مع الدجاجه، كتشدوا الدجاجه ما فيها والو، خصكم تشريهم بوحدهم. ونسيت ما طاحوش في بالي، قلت صافي لوغو ما كياكلهمش. مره اخرى نجيبهم وندير له مريقه ديالو هو بوحدو ومريقه ديالي انا بوحدي. المهم كتشوفوا المريقه خضرات البصله، درت فيها الزيتون وغنوريكم التقديم النهائي. انا الدجاجه كيف كتشوفوا فاش تحمرات في ديك القلايه الهوائيه، ممكن كي قلت لكم ديروها في الفران ولا تقليوها في الزيت، من الاحسن الفران، الزيت ما كاينلاش ماشي صحي. كشتو انا قليتها في ديك القلايه الهوائيه ما فيها لا زيت لا والو، غير دهنتها داك الزيت اللي طابت خلاص فيه، ودهنتها بالزبده كيف شتو، دهنتها بالزبده فيها معلقه ديال صوص طوماط، ممكن ديروا الكيتشاب، ممكن ديروا الهريسه، انا بغيتها تجي حاره بزاف. كيف كتشوفوا هذه هي دجاجتنا، غادي نقدم الطبق النهائي وغادي نوريكم من بعد. كيف كتشوفوا هنا درت البطاطا باش حتى هي تقلى ورجع معكم شوفوا الطبق النهائي. هنا قررت نرافق الدجاج بواحد السلطه اللي غادي نصاوبها بالبرغل. غادي ندير البرغل يتسلق واحد 10 دقائق، من بعد غادي نصفي وغادي تشوفوني اشنو غادي نزيد معاه. كيف كتشوفوا هنا فاش تسلق داك البرغل وصفيتو، غادي نزيد عليه شويه ديال الزيت البلديه، الملحه، البزار، الربيع، ونزيدو شويه ديال الذره المعلبه، المايس. عندي هنايا الخيزو اللي هو الجزر اللي كان عندي قبل، كنت نقيتو قطعتو هكا دويرات وسلقتو، غادي نزيدو حتى هو. بالنسبه للاضافات اللي غيكونوا مع البرغل كيبقاو اختياريين، كاين اللي غيبغي يزيد خيزو، كاين اللي غيبغي يدير جلبانه، كل واحد شنو متوفر ليه. درت هنا عصيره ديال الحامض، غادي نزيد حتى شويه ديال الكورنيشو الخيار المخلل، وغادي نحرك هاد العناصر كامله حتى تجانس. وهنايا غتكون الصلاه ديالنا واجده، صلاه بسيطه وصحيه. ممكن كي قلت لكم ديروا مع البرغر اي حاجه متوفره لكم وكتعجبكم نتوما في المذاق، وهذا يعني ماشي ملزمين انكم ديروا نفس المكونات اللي درت انا معاه. خليكم مع نهايه الاطباق كيف جاو، ونتلاقاو في فيديوهات جداد ان شاء الله. خليتكم على خير، نتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو وهاد الاطباق البسيطه اللي صوبت. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد. سلامه.
pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.